المصادقة على قانون التجارة الإلكترونية فتح أبواباً أمام أصحاب المؤسسات الإلكترونية والمستهلكين لخوض غمار تجربة الدفع الإلكتروني المؤمن. الصالون المغاربي للهاتف النقال كان فرصة للحديث عن مزايا هذا النوع من التجارة التي أثرت المجال. الإضافة على الإطار القانوني إضافة كبيرة وكبيرة جدا، وذلك لأنها ستمنح ثقة في المعاملات الإلكترونية. تطوير هذه الثقة وتطوير مناخ المعاملات الإلكترونية، من جهة التاجر الإلكتروني سيكون محمي بإطار قانوني، ومن جهة أخرى المستهلك أيضا سيكون محمي بالإطار القانوني. بعد سنوات من انتظار تفعيل القانون للانطلاق في عمليات البيع الإلكتروني، يستحسن اليوم مطورو البرامج المبادرة التي ستدفع بنشاطهم وتزيد من مردودية عملهم. كنا نحاول أن نديروا هذا البيع يعني عبر الانترنت. اليوم لما كاين قانون راح يكون دفع إلكتروني، يعني احنا كان عندنا مشاريع أخرى، يعني التجارة الإلكترونية ليس فقط يعني منتجات وبيع عبر الانترنت، لكن هناك خدمات، هناك لو اي ليرنينغ، لو اي ميدسين، ايتو. دونك الجزائري يقدر في المنزل تاعو يدير طلبات على سلع أو خدمات. ضبط الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية من شأنه فتح المجال أمام المستهلك من جهة وأصحاب المؤسسات الإلكترونية من جهة أخرى لخوض غمار تجربة تشهد خطواتها الأولى في الجزائر.